المشاهدين اللي حابة نلتقيكم بحلقة جديدة وبرنامج عزيرة، ورح نكون وياكم على مدى ساعة كاملة من الوقت لتربحون ويانا جوائز القيمة من خلال البرنامج. ننتظر كل اتصالاتكم ومشاركاتكم، ارقامنا ظاهرة اسفل الشاشة لكل من يحب يتصل ويربح الجوائز القيمة يقدر يتصل وين ما كنتوا تقدرون تتصلون، وايضا اللي حاب يبعث مسجات بارسال كلمة الصادق يقدر يبعثها عبر الارقام الخاصة بالاس ام اس. يعني هذه فرصة ثانية بالاضافة الى الاتصال، يقدر يتصل اكثر من مرة ويقدر يبعث مسجات كثيرة، راح تكون عنده فرصة بالربح. اكيد يقدر يربح ويدخل اسمه القرعة اليومية وايضا قرعة السيارة. ايضا مشاهدينا، يعني هذه الجوائز مقدمة من مجموعة الصادق ومن شركة افاق الديار. ويانا اول متصل، الو عباس، رمضان كريم عليك وينعاد عليك ان شاء الله بالخير دائما. الو الو. نعم اهلا بك عباس، تفضل. عباس اعطيني اسمك الكامل. اكيد انت نورتنا بمشاركتك. نعم. اعطيني اسمك الكامل ومن وين تتصل؟ هلا بك. يلا عباس. عباس ايش؟ عباس كاظم علي. شنو الاسم؟ كاظم. عباس كاظم علي. اها، من وين تتصل؟ من عرب ميسان. من ميسان، تحياتنا لك ولكل اهالينا بميسان. يلا جاهز السؤال؟ نعم. خلنا نشوف لك سؤال. يلا يلا. سؤالي يقول ولو شوية صعب يعني، بس يلا أعطيك وسيلة مساعدة. هل دولة الفاتيكان هي عضو في هيئة الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة؟ دولة الفاتيكان هي عضو بالأمم المتحدة لو لا؟ انت تشوف الشاشة؟ نعم. تشوف الشاشة لو لا؟ تسمعني من التليفون انت. طيب. عكس الاي شنو؟ اكيد هي مو عضوة، واجابتك صحيحة، وهذا اسمك رح يكون موجود ضمن القرعة اليومية وايضا قرعة السيارة، ونشكر اتصالك. اذا ويانا اتصال هاتفي اخر من علاء شاكر جمعة من بغداد. شلونك يا علاء؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليك. شو اخبارك؟ سلامة للجميع يا ربي. شكو ماكو؟ الله يبارك. القلم ما يكتب ليش برايك؟ شلون حظك بالعادة؟ حاولت بي لا مشاكل. والله حظي صار لي 5 أيام كل شيء ماكو. اه. بس اهم شيء يعني اهم شيء مشاركة، هي اهم شيء مشاركة. ان شاء الله تكون واحد من الرابحين ويانا، بس خلي يسجل اسمك، خلينا نشوف مشكلة القلم. على شاكر جمعة من وين؟ من بغداد. وشرفتنا اكيد باتصالك. يلا جاهز السؤال؟ هو اوكي. يلا سؤالي لك هو، هل يزيد حجم الماء اذا تجمد ام ينقص؟ هل يزيد حجم الماء اذا تجمد ام ينقص؟ لا، معلوماتي في جاي مو هالقد، بس ما اعرف. يزيد. انا برايي اقول، انت شو تقول؟ انا اشرت لك بس ما شفتني. شو تقول انت؟ يزيد. اوكي، اذا جوابك صحيح، هذا اسمك راح يدخل ويانا القرعه، وان شاء الله يا ربي تكون واحد من الفائزين ويانا بجوائزنا اليوميه، بالاضافه الى انه اسمك دخل ويانا للسحبه الكبرى على اخر سياره ويانا مقدمه من مجموعه الصادق ومن عزيرة ومن شاشة الرشيد لكم مشاهدينا. اذا مشاهدينا احنا ننتظر كل اتصالاتكم وين ما تكونون، ارقامنا موجوده اسفل الشاشه وين ما كنتوا، في بغداد او في اي محافظه او في حتى خارج العراق. ما شاء الله بمحافظاتنا ايضا عندنا جمهور كبير جدا لشاشه الرشيد ومتابعين لبرامجنا وايضا لبرنامج عزيرو. احنا ننتظر كل جمهورنا اللي شاهدنا، ننتظر من عندكم ان تتصلون حتى تربحون الجوائز. يعني نتمنى انه كل اللي يشاركون يربحون ويانا.
جوائزنا كثيرة خلال شهر رمضان المبارك، يوميا عندنا جائزتين بالإضافة لجائزة السيارة. طبعا هذه الجوائز مقدمة من مجموعة الصادق ومن شركة آفاق الديار. اليوم راح تكون جوائزنا هي غسالة مو؟ طبعا غسالة هي مقدمة من شركة آفاق الديار، وأيضا مجموعة من مساحيق الأوروكلاس الأصلي مقدم أيضا من شركة آفاق الديار. هذه الجوائز هي اليوم جائزتين راح تكون مقدمة لكم مشاهدينا، اللي حاب يربحها يقدر يتصل ويربحها ويانا. ويانا اتصال غيث. ألو، رمضان كريم. ألو، شلونك غيث؟ ألو، اعطوني اسم الكامل كنترول. غيث علي حسين من محافظة ديالى، هذا اسمك غيث. ما دامك اتصلت فاكيد فرصتك ما راح تروح بالربح، وراح يكون موجود من القرعة اليومية وايضا قرعة السيارة، يعني جائزة تربح اليوم ويانا غسالة او مجموعة من مساحيق الأوروكلاس او ممكن سيارة. إذن أحبتي المشاهدين، ننتظر اتصالاتكم على أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة، كثفوا اتصالاتكم أكثر وأكثر من أجل أن نزيد فرص ربحكم ويانا. بقى أيام بسيطة وينتهي شهر رمضان الكريم، وأيضا راح تكون سحبة على آخر سيارة مقدمة من مجموعة الصادق لتجارة السيارات لكم مشاهدينا وأحبتنا. كثفوا اتصالاتكم بوقت البرنامج حتى تشاركونا بسحبتين على سحبتنا اليومية وجوائزنا اليومية، بالإضافة إلى السحبة الكبرى اللي هي راح تكون سيارة. واللي ما يلحق يتصل بينا بوقت البرنامج جايز على الريدود يقدر يتصل بأي وقت ثاني من وقت البرنامج أو خارج وقت البرنامج بالأحرى، ويرسل رسائل مكتوب بها الصادق على الأرقام الخاصة بالاس ام اس، وأكيد هذا الاتصال راح ينحسب إلى مشاركة وراح يدخل اسمه للكنترول. ويانا اتصال هاتفي من رائد. رائد من ناحية شياد. ايه رائد مناع شياد. مناع شياد، مية هلا بيك، شلونك؟ مبروك يا رمضان كريم عليكم يا ربي. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين يا ربي، شلونك شخبارك؟ الحمد لله بخير، اذا انتم بخير ان شاء الله. احنا بخير اذا انتم بخير. يلا جاهز السؤال؟ كان يومي اشارك البرنامج بس يومي ما اربح. يلا بلكي تربح ان شاء الله. لا ان شاء الله يكون عندك حظ، وبعدين ما تعرف احتمال تربح بالجائزة الكبرى، انت اسمك دخل اكثر من مرة ويانا للجائزة الكبرى اللي هي سيارة، لذلك لا تقول حظك بالعكس. انا بالقرعة ما عندي حظ والله. هاي شنو؟ لعد ليش خابرت؟ بكت تصير. لا اهم شيء اهم شيء اشارك واسمع صوتكم. مية هلا بيك. احنا اكيد نفرح بمشاركاتكم وباتصالاتكم مشاهدينا واصدقائنا اصدقاء البرنامج. يلا جاهز للسؤال؟ جاهز جاهز. يلا، ما الشيء الذي إذا وضعناه بالثلاجة لا يبرد؟ جاهز جاهز السؤال. يلا أعيد لك إياه السؤال. شنو الشيء اللي من تخليه بالثلاجة يبقى حار؟ إيه عيدي لي إياه. قلت لك إياه بس على حساب تلفزيونك بعدني ما عايدته. نصيصة التلفزيون. جوابك صحيح، الفلفل الحار. هذا اسمك يا رائد، راح يدخل ويانا القرعة وإن شاء الله يا ربي تكون واحد من الفائزين ويانا بجوائزنا اليومية، بالإضافة إلى سحباتنا الكبرى اللي هي سيارات مقدمة من مجموعة الصادق لتجارة السيارات. إذن مشاهدينا احنا ننتظر كل اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا لتربحون الجوائز. ويانا اتصال. يلا. ألو 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 ألو، مساء الخير ورمضان كريم. السلام عليكم. اجمعين يا ربي. يلا علي انطني اسمك الكامل ومن وين تتصل. علي كاظم. علي؟ اي؟ علي كاظم من النيسان. كاظم شنو؟ علي كاظم من النيسان. اي كاظم ايش؟ علي كاظم من النيسان، وراح نتصل بالاكوان. اها، وقبل شوية هم يمكن اتصلت. وطبعا فرصتك راح تكون زينه كلش بالربح لانه تتصل هوايه علي. ان شاء الله تكون من الرابحين. يلا علي، سؤالي يقول. شكرا شكرا، هذا من ذوقك.
يلا علي. ماذا يسمى صوت الماء؟ شنو؟ شو يسموه؟ أنا ماخذها ترى بالابتدائية. صوت الماء، شو يسموه صوت الماء؟ ماء. ماء ماء؟ لا هو إله صوت. صوت الماء شو يسموه؟ يعني ماء ماء؟ زين علي تسمعني؟ مرات يقولون يلا سالي يلا وينك علي؟ تسمعني علي؟ نعم بوع سامع زي شعراء شعراء الزجل جرير والفرزدق؟ جرير جرير بس حط النقطة اللي فوق شو تصير؟ والله ما تعرفني يلا هي صعبة السالفة الظاهر يلا جرير. اوكي باعتبار انه شروخ راح تجاوب بدالك يلا اجاوب ايش انا اقول خرير خرير الماء يلا اجابتك صحيحه ونشكر اتصالك واسمك راح يكون موجود ضمن القرعه ها ظلم لازم اسمك هاي انتوا يا تقاسمون بالهديه اذا فاز لا نتقاسم يلا شكرا لاتصالك شكرا لمشاركتك ويانا طبعا هذه احنا دائما نحب نساعد المشاهدين بالاسئله الاسئله هي سهله جدا ممكن يعني هم يمكن ما يتذكروها او احيانا يكون شخص مرتبك فعلا فتروح من عنده المعلومات يجوز عنده معلومات بس المشاركه هي اللي تخلي ينسى وهيك طبعا مشاهدينا بامكانكم تتصلون وتقدرون تتصلون اكثر من مره بالبرنامج وحتى حين انتهاء البرنامج الارقام موجوده 24 على 24 بامكانكم ان تربحون جوائز جوائزنا هي مقدمه اليوم من شركه افاق الديار غساله فول اوتوماتيك ومجموعه من مساحيق الاوروبلاس بالاضافه الى سياره اذا يا ساره ويانا اتصال هاتفي اخر من هاني من بغداد شانك يا هاني الو راح انقطع الاتصال ويا هاني بس اعطوني اسمه الكامل هاني محمد علوان من بغداد هذا اسمه راح يكون ويانا للقرعه مجرد انه هو اتصل وشاركنا فيعتبر اكيد هذه المشاركة تعتبر محسوبة وراح يدخل اسمك على السحبتين السحبة الأولى اللي هي جوائزنا اليومية المقدمة من شركة أفاق الديار واللي هي غسالة فول أوتوماتيك بالإضافة إلى مجموعة من مساحيق الغسيل وأيضا شاشات الـ LCD المقدمة من مجموعة الصادق لتجارة السيارات بالإضافة إلى السحبة الأخرى الكبرى واللي هي راح تكون سيارة مقدمة من مجموعة الصادق لتجارة السيارات بنهاية شهر رمضان الكريم راح نعرف من هو الفائز بها أكيد إذا مشاهدينا احنا بانتظار كل مشاركاتكم ويانا اليوم بحلقتنا لتربحون الجوائز جوائز كثيرة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله وتبقت أيام قليلة لانتهاء شهر رمضان المبارك ولانتهاء البرنامج لذلك اللي حاب يربح يقدر يتصل ويربح وايضا اللي حاب يربح سياره يقدر يربح سياره لكن عليه انه يتصل هوايه اكثر من مره ويشارك ايضا بالمسجات يبعث مسجات كثيره بارسال كلمه الصادق الى عبر الارقام الخاصه بالاس ام اس طبعا راح يتسيب الرقم الكترونيا وراح يدخل ضمن القرعه وممكن يربح السيارة وأيضا يربح الجوائز اليومية وحتى ممكن الشخص يربح أكثر من جائزة يعني يربح من الجوائز اليومية وممكن يربح الجائزة الكبرى ما عليه غير أنه يتصل ونسأله أسئلة يجاوب عليها ويدخل الاسم بالقرعة ويربح الجائزة إن شاء الله إذا مشاهدينا كثفوا اتصالاتكم أكثر وأكثر من أجل أن نزيد فرص ربحكم ويانا يعني كل ما اتصلتوا أكثر كل ما صار عندكم فرص أكبر بالمشاركة بالسحبة وأيضا راح تزيد فرص ربحكم بالسيارة المقدمة من مجموعة الصادق لتجارة السيارة إذا وين اتصال؟ محمد ألو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة ورمضان كريم عليك محمد رمضان كريم علينا عليكم أجمعين إن شاء الله أجمعين يا رب يلا محمد اعطني اسمك الكامل محمد علي جاسم تركيز محمد علي جاسم من وين؟ عنوان صلاح الدين تحياتنا لك ولأهالينا بمحافظة صلاح الدين يلا خلينا نشوف معلوماتك شلون هسه لك سؤال
والله إلا سونس إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نذكرك نذكرك شوية إحنا. يلا سؤال يقول ما اسم أقدم مصفى نفط عراقي؟ ما اسم أقدم مصفى نفط عراقي؟ أقدم مصفى نفط عراقي شنو اسمه؟ شو تقول؟ مصفى الويند؟ مصفى الويند؟ لا هسه بعيد وراي وما بدي أقول لك. مصفى الويند؟ شو تقول؟ مصفى الويند. اوكي جاتك صحيحه محمد وشكرا لاتصالك. هذا اسمك راح يكون ضمن القرعه اليوميه وايضا قرعه السياره، وان شاء الله يا رب تكون من الرابحين ويانا. يعني ايضا عندنا جمهور حلو جدا محافظه صلاح الدين، تحياتنا لهم. تحياتنا اكيد لكل مشاهدينا بكل المحافظات العراقيه واكيد بمحافظه بغداد وايضا حتى اللي يتابعونا من خارج العراق، تحياتنا لكم جميعا مشاهدينا. كثفوا اتصالاتكم اكثر اكثر من اجل ان نزيد فرص ربحكم ويانا بجوائزنا اليوميه وايضا بجوائزنا الكبرى. يلا ويانا اتصال هاتفي من رحيم علي فرج من بغداد. شانك يا رحيم؟ انقطع الاتصال يا رحيم. اوكي اذا هذا اسمه راح يدخل ويانا للسحبه مثل ما وعدناكم وقلنا لكم، اي واحد يتصل بينا مجرد انه هو راح يوصل ويانا للجو يعتبر من المشاركين ويانا ويدخل اسمه للسحب، واكيد تلقائيا رقمه راح يدخل للكنترول وللسحبه الكبرى على السياره. اذا مشاهدينا احنا بانتظار كل اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا بحلقتنا اليوم لتربحون انتم الجوائز من خلال مشاركاتكم. كثفوا اتصالكم اكثر من مره وايضا ابعثوا المسجات بارسال كلمه الصادق. احنا متواصلين وياكم بعد الفاصل القصير.